أغرب قصص التلوث اللي صارت لما سفينة أفرغت 28,000 بطة مطاطية في البحر. شكراً كتير على هالحقيقة المذهلة. تعرفوا يا أصحاب إنه ينتج التلوث عن رمي مواد غير طبيعية في البيئة الطبيعية. يمكننا أن نميز أنواعاً مختلفة من التلوث في العالم، لكن الأنواع الثلاثة الأساسية هي تلوث الهواء وتلوث الماء وتلوث التربة. ويعد تلوث الهواء مشكلة كبيرة، لأن الكائنات الحية كلها تحتاج إلى الهواء، وينتج هذا النوع من التلوث عن إحراق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز، ويتسبب دخان السيارات والمصانع في تلوث الهواء. ويتلوث الماء جراء رمي المواد الكيماوية والمنظفات والنفايات ومياه الصرف الصحي في مجاري الجداول أو الأنهار أو المحيطات. وغالباً ما ينتج تلوث التربة عن رمي النفايات ابتداءً من القمامة عند جانب الطريق وصولاً إلى مطامر النفايات ومكباتها. إن التلوث بكل أشكاله مسيء للبيئة ولك أنت أيضاً، غير أنك تستطيع المساعدة على الحد منه بوسائل عدة، مثلاً تنقل سيراً على الأقدام أو بواسطة الدراجة الهوائية بدل استعمال السيارة. التقط القمامة وارمها في سلة المهملات. افرز النفايات قدر المستطاع ليعاد تدويرها. أطفئ الأنوار والأجهزة الإلكترونية عندما لا تستعملها. قد تبدو هذه الأمور بسيطة جداً، لكنها قادرة على إحداث فرق كبير. أما النوع الآخر من التلوث الذي يمكنك المساعدة على التخلص منه فهو تلوث المواقف. ينتج هذا التلوث عن إطلاق كلام تذمر وكذب في البيئة من حولك، وهو يسيء إلى البيئة مثل أي نوع آخر من التلوث، ويعني هذا أنه يسيء إليك أنت أيضاً. وستأتي أوقات تشعر فيها بالغضب أو الاستياء لأنك وجدت نفسك مضطراً إلى القيام بأمر لا تريده، لكن لن يتغير الوضع إذا انفعلت وغضبت واشتكيت. لذا عليك أن تستنشق نفساً عميقاً وتبتسم، ثم اعمل الأمر المطلوب منك كأنك تعمله للرب نفسه. وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. كولوسي 3:23. فأي أمر تعمله للآخرين أنت تعمله للرب أيضاً. فالتلوث يلوث الهواء من حولك، لكن الروح المسرورة تجعل البيئة أفضل للجميع. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. فيلبي 2:14. هلأ يا أصحاب، شو رأيكم نصلي هاي الصلاة مع بعض؟ يا رب، هناك أمور لا أحب القيام بها مثل تنظيف غرفتي وإخراج القمامة. ساعدني أن أتذكر أني أخدمك عندما أخدم الآخرين، وساعدني كي أجعل البيئة من حولي أفضل وأكثر إشراقاً بواسطة روحي المسرورة. آمين. يا أصحاب، عم تحضروا كل الحلقات؟ لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتكبسوا هون حتى تحضروا كل الحلقات.